هاي يا جماعة، برحب بيكم في حلقة جديدة. النهاردة فيديو جديد هنتكلم فيه عن أهم نصائح وتحذيرات وتوقعات الأبراج لشهر فبراير 2021، وهنتكلم عن برج مائي تاني. النهاردة الأبراج المائية النهاردة شاكي براكب، يعني هو برج عقرب. وهنتكلم زي ما انتوا طلبتوا، عشان برج العقرب يا جماعة أكتر برج الناس طلبته مني في اللايف اللي فات، فقلت لا ما زعلش الناس واتكلم عن برج العقرب كالعادة. بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى الفيسبوك. تقولوا لي بتتفرجوا عليا فين، انتوا برج ايه، قولوا لي يا جماعه اخبار الطقس عندكم ايه. انا مش قادره اقول لكم ان انا محشيه هدوم، انا مش عارف باين ولا لا، بس انا لابسه طبقه تحتيها طبقه تحتيها طبقه تحتيها طبقه كمان، فيعني الجو برد قوي قوي يعني. حتى النهارده كان كل اصحابي خارجين، انا قررت ان انا اقعد في البيت كده، كافيه خيري شاري اتفرج على نتفليكس يا حبيبي. وبلا الحروب، الواحد مش محتاج ياخد برد، يجيله دور برد نقعد بقى نقول ده اوميكرون ولا مش اوميكرون، والناس تشك فيا بقى ويقولي اه عندك كورونا ومخبيه، وخلينا دي مرتاحين في البيت. طيب برج العقرب. اول حاجه عايزه احيي برج العقرب عشان هو من اعلى الابراج نسبه مشاهده عندي في الشانل، هو برج العذراء وبرج الثور وبرج الدلو، فتحيه للاربع ابراج دولت. يو ار وان اوف ذا ماي توب ليست، يعني انتوا اعلى الابراج نسبه مشاهده. كمان عايزه اقول برج العقرب ان احنا هنتكلم عنكم كتير قوي الفتره الجايه، انا اسفه ان انا كنت مقصره. طيب ماذا يشعر برج العقرب الفتره دي؟ شايفاكي برج العقرب للاسف طاقتك فيها حزن، فيها زعل، فيها داون، يور داون يا برج العقرب. ممكن تكون لسه خارج من تجربه صحيه مش احسن حاجه في الدنيا، ممكن تكون لسه خارج صحيا كان عندك مشاكل صحيه كانت تعباك، كنت زعلان، كنت متضايق، عندك مشاكل صحيه مخلياك اوف مود. فانا شايفاكوا اللي هو انت زعلان، بتفكر كتير جدا جدا. ممكن يكون برج العقرب، قولوا لي الكلام ده مظبوط تحت في الكومنتس ولا لا. يعني ما بتنامش كويس من كتر التفكير، بتفكر كتير قوي، في حاجه شغله بالك، في حاجه مضايقاك، في حاجه مخلياك يعني عارفين اللي هو بقى انا مش عارف ادخل يمين ولا ادخل شمال، انا مش عارف افكر ازاي. فانت يا برج العقرب عندك اخبار متعبه ممكن تكون سمعتها شويه، ممكن تكون متباعد عن الناس بتحبها، ممكن تكون عندك حاجات كتيره ملخبطه حياتك، فحياتك ملخبطه شويه برج العقرب، وده مخليك مش متفائل قوي. فانا عايزاكم كده تتشيرزوا اب يا برج العقرب. هي دي طاقه عامه، يعني اي حد من برج العقرب في العالم كله عنده طاقه الزعل وطاقه الحزن وطاقه المضايقه وصحيه مش احسن حاجه. بس انا دايما بخافش على برج العقرب عشان برج العقرب برج قوي جدا، برج صلب كده، برج مش سهل ان هو يتكسر، مش سهل ان هو حد يوجعه. فانا شايفاكم زعلانين ومتضايقين ومبتعدين كده عن شخص بتحبوه، دي حاجه ممكن تكون مضايقاكوا او مزعلاكوا برج العقرب، بس انا حاساكوا بتشعروا بثقه في نفسكوا. يعني كل الاحداث دي وانت واثق في نفسك، واثق في امكانياتك، واثق في قوتك يا برج العقرب. فانا ما بخافش خالص على العقارب، ومطمنه ان مهما عدت من ظروف صعبه ومهما عدت من مشاكل وحوارات، فانت قوي وانت صلب وانت صعب الكسر. عارفين في اغنيه بتقول انا ابن مصر انا ضد الكسر، هو برج العقرب ده ضد الكسر يا جماعه بجد، ودي حاجه بتطمني عليه. بس انتوا تعبانين تعبانين، وعايزاكوا تبطلوا تفكير كتير، التفكير الكتير مضر ليكوا للاسف. دايما يا جماعه الشخص لما بيقعد يفكر كتير بيقعد يفكر في حاجات ممكن تضايقه، حاجات ممكن تزعله، حاجات ممكن توجعه. فانا عايزاكوا تبعدوا بجد عن اي طاقه تفكير اوفر، اي طاقه تفكير زياده ابعدوا عنها يا برج العقرب. التفكير الزياده ده هيتعبكوا اكتر، هيزعلكوا اكتر، هيوجعكوا اكتر. فانا مش عايزاكوا تفكروا بطريقه اوفر، او يعني مش عايزه برج العقرب يفكر كتير. طيب انا قولوا لي بقى ايه اللي وجع قلبكم يا برج العقرب، ايه سبب الجرح اللي عندكم، ايه سبب الزعل اللي عندكم. يعني انا شايفه في جرح، في وجع قلب، في حاجه مزعلاك قوي، في حاجه محسساك بالعدم الطمانينه يعني. طيب قولوا لي القراءه دي تتفق معاكم والطاقه دي متفقه معاكم ولا لا. قولوا لي اخبار برد عندكم ايه يا برج العقرب، قولوا لي بتتفرجوا عليهم فين وانتوا برج ايه. الناس اللي بتتجسس على برج العقرب قولوا لي انتوا برج ايه. طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج العقرب والحب، لان يعني القراءه المطلوبه مني هي قراءه عاطفيه. انت وحبيبك او انت الشخص اللي بتحبه في زعل، في تباعد، في بعد، في بعد مسافات، بعد ما بينكوا، تباعد، خصام، ما تتكلموش، في مشده،
حد فيكم زعل التاني، بس انت زعلان يا برج العقرب عاطفيا، يعني احد اسباب زعلك ممكن يكون ماديا وعاطفيا. ماديا مش معاك فلوس كتيره، حاسس انت مزنوق ماديا، عليك ديون ودي حاجه مضايقاك، مش معاك الفلوس اللي عارف تصرف فيها كويس على نفسك. كمان زعلان عشان الحبيب بتاعك او شخص انت بتحبه محيرك، مش مرسيك على بر، مضايقك، مخليك تفكر كتير قوي، وشايفه ان في بعد او خصام او زعل او عدم اتفاق، انتوا مش متفقين دلوقتي، وفي حاله اللي هو ايه شويه في انفصال ووجع يعني. بس انت بتحب الشخص ده جدا جدا، ومهما ان هو مزعلك او مهما ان هو مضايقك او مهما ان هو مطهقك، فانت مش قادر تنساه او مش قادر تشيله من بالك او مش قادر تشيله من راسك، فانت بتفكر فيه وحاسس بطاقه حب قويه ناحيه الشخص ده، بس انت تعبان نفسيا منه، تعبان لان هو تعبك، يعني هو تعبك نفسيا. طيب هو ممكن يكون هو ده الشخص اللي جرحك ومزعلك وخلي قلبك موجوع يا برج العقرب. هو الشخص ده مركز جدا على شغله، مشغول، عنده حاجات كتير شغلها في حياته، مش مركز عليك، هو تركيزه الاكبر والاكتر على نفسه. الشخص ده مشغول جدا، عنده مشاكل في عيلته او عنده مشاكل في حياته، فهو مركز اكتر على المشاكل اللي عنده في حياته. ممكن يكون عنده مشاكل ماديه، مشاكل صحيه، مشاكل كبيره يعني. فهو واضح ان الشخص ده مش في احسن احواله على فكره يا برج العقرب، يعني هو موجوع هو كمان، بس مش موجوع منك، يعني هو مش بيفكر فيك قوي زي ما هو بيفكر في نفسه، وألمه اكتر على ان هو مثلا حاسس بالضياع شويه، حاسس ان هو معهوش فلوس، حاسس ان هو صحيه مش احسن حاجه في الدنيا، عنده مشاكل عائليه مع عائلته، عنده مشاكل صحيه، مثلا مش مستقر، فهو عنده مشاكل او تركيزه اكتر على نفسه. هو شايفك ازاي؟ شايفك ان انت عندك كبرياء، عندك كرامة، انت ما بتقبلش بالإهانة، ما بتقبلش ان حد يستهين بيك، شايفك يعني بطاقة القوة، هو شايفك شخص قوي، شخص صلب، شخص ان انت مش بتقبل ان حد يهينك، وممكن يكون حاول يهينك او قالك كلام يزعلك او قالك كلام يجرحك وانت ما تقبلتش وهجمت عليه، اللي هو لا انا ما اسمحش ان انت تقولي الكلام ده، انت ازاي تقولي كده؟ ويعني زي ما تكون انت ما سكتش على الكلام اللي هو قاله عشان يجرحك ويزعلك، وانت كنت انتقامي، كنت صلب، اللي هو اوعى تقولي كده تاني، انا ما بحبش حد يقولي كده، انا متضايق منك، انا زعلان منك. في الشخص ده يعني انت رديت عليه رد بينه ان ما يقدرش حد، ان انت ما تقبلش حد يجي على كرامتك وعلى كبريائك وعلى عزة نفسك، وانت حاسس بقيمة نفسك وعندك ثقة في نفسك بالرغم من كل الوجع، بالرغم من كل الألم، بالرغم من كل الحزن، الا ان انت لسه ستيل واثق في نفسك ومش قابل ان حد يهينك او حد يجي عليك. قولولي يا برج العقرب القراءة دي بتتفق معاك ولا لا؟ قولولي فعلا هل الشخص اللي انت بتحبه جه على كرامتك والموضوع ده وجعك قوي ومقلمك قوي ولا لا؟ قولولي الشخص ده برجه ايه؟ طيب اهم الطاقات اللي طلع لحد دلوقتي طاقات ابراج ترابية، يعني شايفة عذراء، شايفة جدي، شايفة تور، باينين بقوة يعني، واكتر برجين بصراحة عذراء وتور وحوت كمان. طيب هو شايفك، هو شايف، عارف ان انت زعلان منه، عارف ان انت متضايق منه، عارف ان هو مزعلك، يعني هو حاسس ان هو مضايقك وحاسس ان هو مزعلك، وعارف ان هو غلطان على فكرة. الشخص ده عارف ان هو مضايقك وعارف ان هو غلطان فيك وعارف ان هو فهو خلاص يعني، هو يعني عارف، بس هو مش مقرر يرجع دلوقتي. الشخص ده مش هيرجع لك لما يبقى حاسس ان في سبب لرجوعه ليك يعني، وخاصة ان هو حصل انقلابه عليك فجأة، يعني الشخص ده كانت علاقتك بيه كويسة جدا، علاقتك بيه كانت مستقرة، وفجأة حصل ان هو فجأة اللي هو انا مش لاعب، مش عايز اكمل، انا زعلان، انا لا انا مش لاعب ومش مكمل ومش مبسوط ومش مش مش هلعب، اللي هو فجأة كده قرر ان هو مش عايز العلاقة دي، مش عايز يكمل، مش عايز. فحصل له ان هو فجأة كده هيكويت او مشي او اتخانق معاك فجأة من غير اي، مش الموضوع ما حصلش جرادولي، لا هو حصل يعني ايه ستيب فجأة كده، مش ستيب باي ستيب. طيب والشخص ده كمان عنده حاجة سرية ومركز فيها، ممكن تكون عنده علاقة سرية، عنده حاجة سرية، وانت كمان عندك حاجة سرية، يعني واضح ان انتوا عندكم اسرار كل واحد فيكم مش حكيها للتاني. هو انت عندك شغل سري، عندك علاقة سرية، عندك موضوع سري بتفكر فيه، وعنده كمان علاقة سرية وعنده حاجة سرية، فانتوا الاتنين فيه اسرار كبيرة مش مخبينها عن بعض. طيب انا شايفاك يا برج العقرب جذاب، يعني انا شايفه بالرغم من زعلك، بالرغم من حزنك، بالرغم من انت متضايق، بس ستيل جذاب، ستيل ناس كتيره بتحاول تقرب منك، ستيل ناس كتيره بتحاول
تحبك وتيجي جناحيتك. فانت مش قاعد بقى مستني الشخص ده وما بتعملش اي حاجه غير انت مستنيه. وعايز اقول لك ان في شخص حقيقي هيقرب منك الفتره الجايه غير الشخص ده وهيجذبك يا برج العقرب. فالقادم افضل، مش عايزاكوا تكونوا قلقانين خالص، بالعكس يعني جالك حاجه تانية حلوه هتتبسط فيها وهتحس فيها بالامان العاطفي اكتر بكتير جدا. والحاجه التانية اللي عايزه احذر منها برج العقرب، ما تجريش ورا حاجه مش عايزاك، يعني ما تتمسكش في رجل بنطلون حد مش عايزك يا برج العقرب. مشكله العقرب يا جماعه والحوت والناس دي ان هم ما بيحبوش الانفصال، ما بيحبوش يمشوا عن حد. فانت ما تتمسكش بشخص مش عايزك، ما تتمسكش بشخص بايعك، ما تتمسكش بشخص هو عنده حاجه تانية في حياته. وانا شايفه ان الشخص ده بيفكر بعقله اكتر، او بشكل بيفكر هو شخص مش عقلاني، انت عاطفي، هو شخص عقلاني اكتر بيفكر بعقله اكتر مش بمشاعره. انت بقى يعني بتفكر بمشاعرك اكتر، فانت بقى اللي هو متمسك بيه لدرجه اللي هو مش سايبك، وعمال يقولك امشي وانت تقول له مش سايبك. لا يعني التمسك الزياده بهذا الشخص بالرغم كل اللي عمله مش في مصلحتك، بالعكس هيديك ضعف قدامه، هيحسسه بضعفك. فانا مش عايزاك تحس بهذا الضعف يا برج العقرب. طيب انا شايف ان عندك مستقبل حلو، ركز في شغلك، ركز ان انت تطلع احسن حاجه في شغلك، ركز في تغيير طريقه شغلك، ركز ان انت تساعد نفسك وتركز على نفسك. هتلاقي عندك فرص كتير جدا، فرص من ناس جديده انت ما تعرفهاش ممكن تقبلها في حياتك. وما تفضلش متمسك بالوهم، بلاش تتمسك بالوهم. يعني لو انت على علاقه بالسوشيال ميديا، علاقه ليها علاقه بالوهم، علاقه مش حقيقيه، ابتعد عنها يا برج العقرب. شكرا، بحبكم جدا جدا يا برج العقرب. قولوا لي القراءه دي تتفق معاكم ولا لا، انا مش عايزه اقول لكم انا عايزه اقفل عشان اروح اقعد قدام الدفايه. قولوا لي كمان اتفرجوا عليا من فين، انتوا برج ايه، وقولوا لي هل انت برج العقرب زعلان ومتضايق وحزين الفتره دي بسبب حاجه عاطفيه مع طرف انت شايف ان هو في مصلحه ما بينه وما بينك، وان هو بيقرب منك بسبب مصلحه معينه ولا لا؟ قولوا لي انت يعني حزين ان انت متمسك بيه اكتر ما هو متمسك بيك ولا لا يا برج العقرب. شكرا، بحبكم جدا جدا. نقول بقى طاقات الابراج، زي ما قلنا طاقه برج الطوق، طاقه برج الثور، طاقه برج العقرب زيك، طاقه حوت، دلو، ميزان، اسد، حمل، طاقه برج كمان عذراء، جدي. شكرا، بحبكم جدا جدا. بليز تعملوا لايك عشان اللايك بتاعكم بيوصل القناه احسن لأكبر فترة، لأكبر عدد ممكن. يا جماعة دفوا كويس، بلاش خروج، يعني اقعدوا في البيت يا جماعة، كنوا كده وقعدوا في البيت. والنهاردة بالليل هنعمل فيديو للجيرلز اونلي او البنات بس، نتكلم عن الميك اب بقى وفاونديشنز وحاجات حركات حلوة كتيرة قوي. انت استنوا الفيديو بتاع الميك اب. ثانك يو، اي لاف يو، بحبكم يا برج العقرب، باي، مع السلامة.